بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اهلا ومرحبا بكم ايها الابناء والبنات الطلاب والطالبات في الصف السادس الابتدائي في درس جديد من دروس القران الكريم اليوم سناخذ درس من دروس القران الكريم حسب منهج مدارس تحفيظ القران الكريم درسنا اليوم هو سورة الإسراء من الآية الثالثة عشرة إلى الآية السابعة والعشرين إن شاء الله تعالى أهداف الدرس أولاً طلب الأجر من الله تعالى أن يقرأ الطالب والطالبة الآيات يطلبون الأجر من الله عز وجل لأن كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة تلاوة الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء أن يقرأ الطالب والطالبة الآيات ويتلونها تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء وهذا لا يتم إلا بالتأني والتمهل أثناء التلاوة كذلك النظر إلى الكلمات والتركيز على الحركات التي على الأحرف يعني لا أقرأ الكلمة إلا بعد النظر إلى الحرف والحركة التي على الحرف ومن الاهداف ايضا تطبيق احكام التجويد، ان يقرا الطالب ويطبق الاحكام التجويديه التي اخذناها في التجويد، احكام المدود وكذلك ما اخذناه في الصف الخامس، احكام النون الساكنه والتنوين، واحكام الميم الساكنه والنون والميم المشددتين. ومن الاهداف ايضا التلاوه بتدبر وخشوع، ان يقرا الطالب الايات والطالبة تقرأ الآيات بتدبر وخشوع حتى يفهموا كلام الله عز وجل ثم يعملوا به. آداب تلاوة القرآن الكريم أولا الطهارة أتوضأ قبل تلاوة القرآن. أيضا الإخلاص أنوي بقراءة هذه وجه الله عز وجل وطالب رضاه. ومن الآداب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم أقرأها بتمهل وتأني قبل التلاوة. كذلك تحسين الصوت من آداب تلاوة القرآن الكريم، أيضا البسملة، أبدأ البسملة في أوائل السور، أقرأها في أوائل السور كما تعلمون. القراءة بتدبر أيضا كما بينا قبل قليل، وأيضا من الآداب التسبيح عند آيات التنزيه، الآيات التي فيها تنزيه لله عز وجل أو فيها تسبيح له نقول سبحان الله ثم نكمل القراءة. أيضا من الآداب سؤال الله من فضله عند آيات الوعد بالرحمة والمغفرة والجنة ثم نكمل القراءة كذلك من الآداب الاستعادة بالله عند آيات الوعيد الآيات التي فيها وعيد بالعذاب أو بالنار نعوذ بالله من ذلك الآن سنقرأ الآيات أولا أقرأ لكم الآيات وأنتم تستمعون وتنظرون إلى الكلمات والحركات ثم بعد ذلك اختار بعض الكلمات لنبين كيف نقراها ثم تقراون انتم معي الايات بترتيل وتجويد وتاني ونظر الى الكلمات حتى تطبقوا القراءه الصحيحه اولا نبدا نستمع ثم بعد ذلك نستمر في القراءه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ارجو التركيز والانتباه استماع وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا آيات سهلة الآن انظروا معي إلى الكلمات لنركز على الحركات لاحظوا معي هنا لام عليها فتحة وكل ننتبه من البدايه وكل بالفتحه هنا ايضا كلمه الزمنا الزمنا الالف الصغيره تعرفون اننا نقراها واذا كان عليه حرف مد ايضا نمدها طائره وكذلك واو الصله هذه الواو هي صله للهاء طائره في عنقه أيضا ننتبه لحرف الراء عليه فتحة طائرة لاحظوا معي طائره الراء عليها فتحة إذا ننتبه للكلمات أيضا من الكلمات ولا تزر وازرة وزرا ثلاث كلمات متشابهات لكن كل كلمة تختلف ولا تزر وازره وزر اخرى لاحظوا نبين الضمه ولا تزر وكذلك الواو بعدها و التنوين هنا يضغم في الواو لان الواو من حروف الادغام كما اخذنا في التجويد وزره إذن ننتبه لمثل هذه الكلمات على بركة الله نقرأ الآن أرجو منكم الانتباه والتركيز والقراءة الآن نقرأ سويا لما أبدأ القراءة تقرأون أنتم معي الآيات نبدأ على بركة الله أولا اقرأوا الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسنتم نبدا وكل انسان الزمناه طائره في عنقه "ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا". احسنتم. اقرأوا بارك الله فيكم، اقرأوا معي. "اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا" من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بارك الله فيكم ونفع بكم ننتقل الى الايه التاليه وايضا اقراها لكم وانتم تنتبهون الان تستمعون وتنظرون وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقُّ عليها القول فدمرناها فدمرناها تدميرا وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا بارك الله فيكم ايات سهله ننظر الى هذه الكلمات ونركز على الحركات لاحظوا معي كلمه ان نهلك ان نهلك أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. مترفيها أمرنا مترفيها، أيضا كلمة فدمرناها، الألفات الصغيرة كما تعلمون نأتي بها كما هي ألف كما تكون. هنا عندنا خبيرا بصيرا، هنا تنوين اصله خبيرا واتى بعد حرف الباء والباء من حروف نعم من حروف القلب نقلب التنوين الى ميم ثم نخفي هذه الميم خبيرا بصيرا اذا على بركه الله سنقرا الايات سنقرا لكم الايات وانتم تقرؤون معي هذه الايات الان دوركم انتم في القراءه نقرأ وننظر ونركز أيضا على الحركات استعدوا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها فدمرناها تدميرا أحسنتم، نكمل واقرأوا معي. وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا احسنتم وبارك الله فيكم لاحظوا معي هذا المد في كلمه نشاء ما نوع المد في هذه الكلمه حرف مد وبعده همزه في كلمه واحده احسنتم هذا مد متصل اتصل حرف المد بالهمزه في كلمه واحده لكن هذا المد هنا ارادنا ان والمد الذي قبله ما نوعه؟ مد انفصل حرف المد عن الهمزه فهو مد منفصل ونمدهما كلاهما اربع حركات نكمل الايات لاحظوا معي الان تستمعون وتنظرون الى الايات استعدوا للسماع والنظر والتركيز على الحركات ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك فاولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا احسنتم وبارك الله فيكم الان نبين بعض الكلمات السهله واليسيره نريد منكم فقط الانتباه والتركيز كلمه سعيها لاحظوا الياء المفتوحه سعيها طيب عندنا هنا كلمه فاولئك لاحظوا حرف الواو ماذا نجد عليه نجد عليه دائره هذه الدائرة تعني عدم النطق بحرف الواو. طبعا هذه اخذناها في بعض الكلمات قلنا لكم اذا وجدنا حرف الف وعليه دائرة او حرف واو وعليه دائرة او حرف ياء احيانا ياتي وعليه دائرة فلا نقرأ هذا الحرف. يدل تدل هذه الدائرة على ان الحرف لا ينطق لا في الوصل ولا في الوقف. فاولئك لاحظوا يعني لا نقرا الواو المد فقط ناتي بالضمه فاولئك فاولئك بهذه الطريقه كلمه نمد لاحظوا النون عليها ضمه والميم كسره والدا ضمه نمد كلا نمد طيب عندنا المدود هنا هؤلاء هنا مد نمده اربع حركات طب المد الاول ماذا يسمى والمد الثاني ماذا يسمى المد الاول هنا تشاهدون في كلمه واحده لكنه منفصل المد هنا منفصل يعني اصلها منفصله ها منفصله ف هذا مد منفصل والتي بعدها مد متصل أولى هذه المد ثاني أولى مد متصل إذا ننتبه هؤلاء من عطاء وهؤلاء طيب عندنا بارك الله فيكم كلمة عطاء الضمة في الهمزة "وما كان عطاء ربك" أيضا كلمة بعضهم الفتحة في الضاد. بعضهم بالفتحة في حرف الضاد ننتبه لها كذلك وَلَلْآخِرَةُ لاحظوا معي التاء المربوطة عليها ضمة وَلَلْآخِرَةُ طيب عندنا كلمة مهمة جدا وهي سهلة لكن أحيانا لا نتم الضمه في حرف الهاء خاصه اذا كان معها واو وهو أو فهو ننتبه للضمه على حرف الهاء وهو مؤمن وهو مؤمن ننتبه للضمه هنا نقويها في القراءه الآن دوركم أنتم في القراءه الآن تقرأوا معي هذه الآيات اقرأوا بارك الله فيكم استعدوا للقراءه مع النظر والتركيز. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا بارك الله فيكم ونفع بكم ننتقل إلى الآيات التالية أيضا استمعوا وانظروا إلى هذه الآيات استماع ونظر لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا بارك الله فيكم ونفع بكم ننتبه ونركز على بعض الكلمات في هذه الآيات كلمة فتاق الدال المفتوحة فتاق أيضا كلمة يبلغن النون المشددة اما يبلغن ايضا كلمه عندك الكبراء الكبراء بالفتحه الكبراء احد بالضم احدهما او كلاهما ايضا هنا كلمه اف نبين الشده في حرف الفاء اف ولا فلا تقل فلا تقل لاحظوا الكلمة فلا تقل لهما أُفٍّ ولا تنهرهما ننتبه إلى هذه الكلمات الآن نقرأ الآيات سويا اقرأوا معي الآيات نركز ننظر نقرأ إذا بدأت القراءة تقرؤون معي لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بارك الله فيكم ننتقل إلى الآيات التالية أيضا ننتبه ونركز على الحركات أولا استمعوا لقراءة اقرا لكم وانتم تستمعون الان ركزوا وانظروا ايضا الى الحركات ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ايات سهله جدا لاحظوا معي كلمه ربكم الضمه في حرف الباء ربكم أعلم بما في نفوسكم طيب كلمات سهلة جدا للأوابين لاحظوا الواو المشددة نأتي بالشدة فيها للأوابين نتأنى وننظر سنقرأ قراءة صحيحة إن شاء الله تعالى كذلك كلمة وبن السبيل نون عليها فتحة ننتبه لها وابن السبيل كلمات سهله جدا نقرا الان الكلمه الآيات ركزوا وانظروا واقراوا ايضا معي نبدا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا "إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا" بارك الله فيكم ونفع بكم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه إلى هنا وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم يقرأ الآيات من المصحف المعلم أو المصحف المرتل ورتل القرآن ترتيلا إلى درس جديد ألقاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته